اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا سدته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من أموات المسلمين يا رب العالمين، إلا رحمته وتغمدته برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم الوالدين يا الحاج والحفيدين والوالدين، اللهم أموات المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم قبلهم بعفوك ولا تقبلهم بعدلك، اللهم اغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.